السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفت إلى رحمة الله تعالى منذ ساعات قليلة اليوتيوبر أم زياد، ربنا يرحمها ويغفر لها، أخت حمدي صاحب قناة حمدي ووفاء. وسبب المؤدي للوفاة هنقول لحضراتكم، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أم زياد أخت حمدي صاحب قناة حمدي ووفاء بعد اختفائها لمدة أسبوعين عن جمهورها. والسبب وراء اختفائها دوت اختناقها بالغاز، تسبب لها سكتة دماغية ونقص في الأكسجين، وظهرت في قناتها بعد خروجها من المستشفى من 3 أيام، وطلبت من جمهورها ومحبيها الدعاء لها، وكان واضح عليها التعب، وكانت المرحومة متلعثمة في الكلام، كان لسانها تقيل مش قادرة تتكلم. وقال الحاج جابر والدها طمئن جمهورها عليها، وقال إن شاء الله هتكون كويسة وبخير. ومنذ ساعتين تقريبا تفاجئ الجميع يعني بوفاة أم زياد، رحم الله وغفر لها. نسألكم لها الدعاء لها بالرحمة، وأن ينزل على أهلها الصبر والسلوان، وأن يغفر لها ويجعلها من الأبرار من أهل الجنة بإذن الله. برجاء إذا أعجبك الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.